البنية الجسمانية. يعني انت لما تجيب شخص يلعب حديد، يعني تدخلني مثلا ابغى العب حديد، الشخص المدرب يقويك عضليا بحدود تركيبة جسمك، ما ادري غير جسمك، فانت ما قد تغير تركيبة جسم الحصان. هل كان السؤال قصدك نفس حصان الجمالة دخله في سباق؟ ليش لا دخله؟ بس ما راح اسوي، يعني مثلا لو اجيبك ثور بيدك وبدخله مثلا سباق الجمالة فانت دخل بتخسر، ما يمنع، ما في شيء، ما في مانع يعني، بس اداء بيكون اقل لا ثور ولا اقل. اذا كنت تقصد على المدى الطويل، هل مثلا اخذ خيل جمال واحولها مع الوقت لخيل سباق؟ نعم، زي ما اصلا انت حولتها خيل جمال تقدر ترجعها خيل سباق، لكن الفكره ان هذا فعل وهذا شكل، هذا سياره صغيره في الديره، هذا جيب في البر، اكثر ولا اقل، صفتين مختلفتين. بالنسبه لموضوع الفرس اللي تلف وتترفسك تجي تركبها، اسم المقطع باليوتيوب توقيف الحصان قبل الركوب، Arabian Riding بالانجليزي، جمع بالعربي توقيف الحصان قبل الركوب. الفكرة هي الزبدة، طبعا المقطع يوضح لك بشكل واضح، لكن بشكل عام الزبدة لما تضرب الفرس، هذا قاعدة الفرس عشان تضرب كيسار، انت هنا بتطق يسار لازم تجيب رقبتها يمين، الفرس اذا بتطق واحد يسار بتودي رقبتها يمين، اذا بتطق يمين بتودي رقبتها يسار، فاذا كانت تدور عليك تعطيك رقبتها تدور عليك، ففي الحالة ذي لف رقبتها يمين تفحج وتوقف لك. إذا كانت الفرس تضرب معناتها أنها توخر رقبتها يمين تطقك، في الحالة ذي أنت تجيب رقبتها عندك فتضطر تطق بعيد. اسم المقطع توقيف الحصان قبل الركوب، في شرح مكثف عن النقطة، مع أن طبعا تصرف بيد ولا ساخ، بس قصدي الفكرة قد تتضح لك أكثر في المقطع. أريبيا رادنج من الإنجليزي ثم جمع بالعربي توقيف الحصان قبل الركوب. ما أرى في أخلاق سيئة للحصان، كانك تقول وش الأخلاق السيئة للطفل؟ أنا ما أرى أن الطفل عنده أخلاق سيئة، الأخلاق السيئة اللي في الطفل حتى لو كانت سيئة سبب استمرارها أو فعل لها أنت. فالأخلاق السيئة في الحصان من ين هو من الحصان، صحيح أنها خطأ، صحيح أنه قد يكون الحصان عنده استعداد خلنا نقول، ولكن سبب فعلها هو أنا. بالنهاية أصلا البشر هم اللي اختاروا زي ما قلنا العلاقة هذه مع الخيل، الخيل كانت تطلق بر زي الغزال، فرحنا صدناها ثم كلناها ثم روضناها ثم ركبناها والآن نبغى نسابق فيها، وإذا خرب قلنا سوء خلق، لا سوء خلق منا حنا، لو تركته في الغابة ما زاك ولا عورك ولا جاك ولا سواك شيء خلنا نقول. فسوء الخلق أساسه خطأ لا شك، ولكن هذا الخطأ اللي يفعل الحصان ما يلام عليه الحصان، يلام عليه الخيال بشكل عام، سواء يلام الحصان أو يلام الخيال، ما هي الأخطاء بشكل عام؟ محاولة السيطرة عليك عن طريق الأذى، يعضك يهجم عليك يرفسك، هذه واحدة. لما تدخل عليه البدوك سواء يحاول يطلعك عن طريق السيطرة يطردك يهجم عليك، أو الهروب الزايد عدم الرغبة فأنت تقرب منه. أثناء الجود أنت لما تقاود الحصان يبغى يتخلص منك، سواء يسحب قدام أو يسحب عنك يمين أو يحاول يضربك برجوله أو يجيك يطقك، هذه كلها أخطاء، هذاك العض. بالنسبة للركوب كثيرة الأخطاء، ومن ضمنها أو تقريبا كلها تدخل في موضوع إنه يحاول يتخلص منك من على ظهره، يطيحك من ظهره، أوقف وأطيحك، أنطلق بهدف إني أطيحك، أقمص بهدف إني أطيحك، أشنع بهدف إني أطيحك، وهكذا. جميع هذه الأشياء أخطاء، نعم. ما فعله الحصان خطأ، نعم، ولكن ما يلام هو عليه، ولام أنا عليه أو الشخص اللي خلى الحصان يسوي شيء. تعاملت مع خطأ يروح، نعم. هل الحصان ممكن يكون عنده استعداد أكثر من غيره؟ نعم، بس كون عنده استعداد ليس عذر، أنك لو ركبته صح هذا الاستعداد لن يخرج. الضرب عند العض أو بجميع الأمور الأخرى هل ممكن يفيد؟ إنفاد يفيد مؤقتا وليس حل، أما ضربة أثناء محاولة العض، عض ضربت هنا زي ما قلت يعتبر معاملة بالمثل، خير لما تعض بعض إيش تسوي؟ هذا بيعض ذا يقوم يعضه، فعادي هو أثناء عض دقيت دقة بسيطة أو قبصت خد عادي، هذا الصح أصلا، لكن أنك تطق عقب ما عض ما راح يفهم الموضوع، وحتى لو فاد يفيد مؤقتا ما يفيد فايدة على المدى الطويل خلنا نقول. مهم نقطة، أنت تقول مثلا فرس أصيلة، جد يقول فرس أصيلة، إذا عربي وجده عربي والحصان عربي، ما يعترفون فيه كلامك، ما يعترفون فيه كلام جدك، ما يعترفون فيه الحصان، ما يعترفون فيه ويعترفون بكلام جون ومارك، هي الفكرة. طبعا سؤال منطقي، طب كيف أتأكد؟
الموضوع ما تصور، بما انه قال لك اكيد هو متاكد، لكن يبغى يتاكد كشيء فات ابسط ما تصور. في الماضي قبل وجود الشهادات كيف كنت تعرف الانسان العربي؟ يعني بعطيك على بلاطه، كثير من الناس تقول لي عندي حصان ذا بالله شفت ايش رايك فيه؟ وخذت الشهاده. تقول حصان قدامك ترك من الشهاده، حصان هو شارك حصان وخذت الشهاده. انت لو تقول للشخص هات الشهاده وما شاف الحصان معقوله، لكن لما توري حصان بوجهه يقول لك هات الشهاده معناته خبرته ليست حصان يمدح الحصان قدامك كميزات، هو قارئ يقرا فلان ولد فلان ولد فلان ولد فلان فقط حافظ. فتقدر انت تحفظ اللي يحفظه خلاص صلى الله وبارك. فلما نرجع في الماضي كيف كان يعرفون الخيل الجيده؟ بالصفات وليس بالنسب. طبعا الناس اهتموا بالنسب، لكن اهتموا بالنسب من اجل تنتيج صفات. الاهتمام بالدم بغرض القتال المعركه، الان حاليا اهتمام بالدم جمال، بعد ما عاد في فعل واضح. فترجع للصفات الاساسيه للخيل العربيه اللي هو التناسق. تناسق لمه الحصان. حصان عربي هذا قاعدة بسفنا عن دمه فرنسي مصري جزيري اللي هو في لمة معينة في حصان عربي، تناسق رقبته مع ظهره مع كتفه مع حركة. طبعا ناحية حسية ما كنت تشرحها شرح مسطرة، لكن حسية تحس ان في لمة، زي لو لما تشوف شخص تقول هذا جسم جسم عربي، خشم خشم عربي، وجه وجه عربي وهكذا. لكن تخيل توري شخص وشك في الشخص يقعدني شهادته، ما شغل شهادته هذا قدامك. طبعا دم نقطة أخرى، أبغى أتأكد من دم نقطة أخرى. نعم نقطة الخبر ذات قبل شوي، أنت طبيعي تقع في الأخطاء في البداية، تركب بطريقة تدليك أو طريقة أخرى تقع في الأخطاء في البداية، فلا تتوقع أنك تتقن الطريقة على طول حتى لو كنت فهمها شفويا. الحصان هذبه رجع خبر سوري صح لا مو بشرط، إذا كان الحصان ناوي ينطلق أنا أبغى هذب الحين، الحصان ناوي ينطلق ناوي يزيد أنا أبغى هذب ويبغى زيادة، هنا اختلاف. في الحالة دي رجع خاب ممتاز ثم مع الوقت يتحسن. أما إذا كان أصلا هو يبغى يوقف قلت له أهذب واستمر يوقف في خطأ، فالاختلاف يؤدي للوقوف غير الحرنة أو الكنة، وجهان لعملتين مختلفتين. خلونا بالنسبة للرشمة أو الكابوي ما فهمت صار بالضبط، هل أنا أيد الرشمة أو ما أيد الرشمة؟ أبسط ما تصور، مو بأيد الرشمة، لابد من الرشمة في وضعي، لابد من التحكم بالحصان في الرشمة. حصان قدامك أول شيء تسوي التحكم بالحصان بالرشمة انتهى، عقبها تنتقل للشكيمة. إذا كان قصدك أن أقصد لما يجيك شخص متحكم بالحصان بالرشمة، أنا أقولك أن هذا التحكم بالرشمة سواه بالشكيمة قبل، يعني ركب الرشمة ثم ركب بالشكيمة ثم فك الشكيمة ووراك محصنة نهائية ممتاز شغل إبداع. هو يقول لك شيء هذا، بس ردي هو بعض الناس يتصور أنه راكب الحصان بدون رشمة بدون شكيمة من البداية للنهاية، لا هو ركب الحصان بالشكيمة ثم انتقل للرشمة واستمر على الرشمة وفي بعض الحالات حتى فك الرشمة، إبداع بس تدريجي فقط أكثر ولا أقل. هنا النقطة الآن أثناء ركوب في الرشمة أو ركوب في الشكيمة وش الخطأ؟ ما في خطأ، شغل في وضعه ممتاز، لكن برشمة أو بشكيمة إذا خاف ومدرب، إذا خاف ما كنت خوف الحصان ما خاف، لا خاف قدامك حاول ينطلق قدامك، رديت الشغل صح رشمة أو شكيمة، ما رديت الشغل خطأ. عادة في الوضع ده يعودون الحصان تعويد صحيح، لكن لما يخاف ينطلق ما كان فوق أحد باعتراف أهل الطريقة نفسه. إذا كان الحصان معسوف خطأ ويصدم في الشيء صدم، خذ قاعدة الخيل إذا ما شافت سواء قاعد تشوف فوق أو تشوف يمين أو تشوف تحت مو مركز قدام يصدم. الحصان طبيعته زي ما قلنا يقاوم الشيء اللي قدامه، تقول لا يقول لا إلا، يقاوم اللا بإلا دائما. فاللي يصير إن الحصان تحاول توقفه عند مثلا تعسره يقوم ياخذ وضع يدك نظر يمين ونظرك فيصدم أي شيء قدامه. البشر في الحالة دي يوقفون يفكرون ثم يتصرفون، الحصان يتصرف ثم يفكر. فسبب صدومه أو أن يصدم الشيء اللي قدامه أنه ما يشوف بشكل واضح أثناء محاولتك لتوقيفه.
فلا بد إعادة عزف في الجود ثم في المسار ثم الخب ثم الهدب إلى آخره. لا بد تحكم بالاتجاه، تترك من السرعة، تترك من الملوخات، اتجاه هو الخيانة. لا بد يعرف التوجيه. أكثر الناس إرخاء وشد، لا أكثر ولا أقل. هنا خطأ. إذا كان الحصان ما يهذب إلا جنب حصان في خطأ. صحيح طبيعة الخيل غريزة الخيل تبغى تكون مع بعض، ما تبغى تكون قدام بعض، ما تبغى تكون وراء بعض، من غريزتها تخاف أنها تكون بالحالة عشان ما تموت توكل، تبغى تكون مع بعض. لكن لما نركب الخيل خطأ مع الوقت يصير الحصان مثلا يبغى ينطلق قدام لأنه يرى أنك تبغى توقف وراء فيقاوم يمشي قدام، أو يقعد وراء لأنه يرى أنك قاعد تقاوم ما تبغى تحرك قدام فيقعد وراء. لكن أساس هو كان أنه يبغى يكون مع الخيل، ولكن كونه طبيعة ما يعني أنك ما تتحكم فيه. مفروض إذا قلت له راح قدام راح قدام، راح ورا يروح ورا، مع الخيل مع الخيل، ثم خليه يختار. أما إن بس يتحرك مع الخيل وإذا وقفت وقف في وقفت وقف في خطأ كبير في التحكم، بالذات في التوجيه والسرعة والاتجاه، لا نقاش فيها. غريزة نعم، ما يقدر تحركه في خطأ في التصرف اليد يعني. كان في النقطة هذه في الحرنة أو الكنة. كيف عزف الفطري؟ طبعا ما نقول عزف فطري، حسب عزف الشخص. بالنسبة لي شخصيا عزف الحصان من البداية للنهاية، تعامل في بدوك، تعمل في السودايكا والمكان اللي هو لغة الجسد، الجود ثم غود العش ثم الركوب، من البداية للنهاية أنت سويتها بنفسك. ما النتائج النهائية؟ رديت عند الفحول، عند الأفراس، إذا خاف حاول ينطلق وفشل في الانطلاق، ولا قمصة ولا طيحة ولا تشنيع ولا انطلاقة، هذه نتيجة هائلة. لكن لما الحصان في البدوك حاسك، في الجود كسرك، في الركوب طيحك 5 مرات، في المسار تفلت، في الخاب خاب غصب عنك، في الهذب هذب غصب عنك، ثم فتح، ومع الوقت خلاص سوى كل شيء، بس تعلم بشكل خاطئ. يسمى معسوف، لكنه معسوف خطأ، لذلك ما عسفته. هذا الفكرة، أما مثل عصف فطري، بالنهاية العصف أنت قاعد تسوي في الحصان شيء ضد طبيعته. لا يمكن يكون فطري من نواحي، بس قصدي فكرتي في موضوع العصف الطبيعي وفطري إلى آخره، أنك ما تدخل، يعني ما يكون نتائجك اللي تسويها لها علاقة بالأدوات أو الأشخاص اللي يساعدونك يقاودونك أو يشون حصانك أو يوجهون حصانك. كل شيء تم عن طريق يدك وجسمك ورجلك في بعض الحالات. سؤال عن العصف الفطري تكرر، ما ادري عاد شفت الإجابة او لا. يا هاوي ركوب يعتمد وش هاوي، وش مثلا هاوي